On the 28th September, Israeli sniper killed 12-year-old Nasser Msabba, the youngest volunteer paramedic in the peaceful Great Return March. Here is his story. Nasser was born and lived in this house, Eastern Khan Yunis, southern the Gaza Strip. His two sisters have volunteered as paramedics in the Great Return March. Despite his young age, he was determined to join them. أولادي خمسة. عندي بنتين وثلاث أولاد. بعد استشهاد ناصر صار عندي بنتين وولدين. الصراحة والله ناصر يعني طفل ودود جدا جدا وحنون وصاحب مسؤولية. اسمعي يا أمّا أنا بدي أقول لك حاجة. أنا بحبك. ناصر الوحيد اللي جاب لي هدية. جابها من مصروفه. ربي لا تحرم أمي الجنة فهي لم تحرمني من شيء. شوف العبارات اللي جابها. قلنا بدنا نخش كونغ فو. رحنا خشينا انا وياه كونغ فو وخشينا بطولات واخذنا بطولتين. نلعب مع بعضنا كل خميس، اقول لك عادي كمان. كان يقول لي العب كورة، انا ماشي يلا نروح نلعب، ناخذه معي على الارض ونلعب كورة مع بعض. كنا نبدأ قلنا له ما تروحش انا صرت لعبة يا ناصر. قال لي لا بدي اروح اساعد خواتي في الاسعافات الاولية. ولما استشهد هو ترك وراه فراغ كبير. وما حدا بعبد فراغ هذا غير. الله يرحمك يا ناصر. دورت ليش هما ما عرفوش ناصر. ناصر اخذت العيار الناري بالراس فوق الاذن طلقه مدخل له مخرج متفجر تلقائيا لما بيقع على الارض. Well, we are now at Khuza'a camp when Nasser was shot dead. طبعا شهيد ابو مصبح كان مثال هنا للانسانيه، كان مثال، كان الروح في هذا المكان بالمحلول الذي كان يمتلكه بيده. كان بالميدان لما بخس علينا أدوات أو أي إشي بيرجع ورا وبيجيب لنا إياهم يعني كان. إيش بدي شكل لهم طفل زي هذا يعني إيش الخطر اللي موجهه لإسرائيل يعني. According to Palestinian Health Ministry, Israeli forces have killed 34 children and wounded more than 4,200 since the beginning of the Great Return March. God bless Gaza. See you next video.